البنية التحتية في لبنان في مهب الريح، وحزب الله يرد بأهلا بالحرب الشاملة. نتنياهو وجد الذريعة، وإسرائيل تريد حسم الأمور. إيران تستعد، وأمريكا توزع الأدوار. وهنا القصة والتفاصيل. البداية من الهجوم الذي قيل إنه الأقوى منذ 7 أكتوبر، عشرة القتلى والجرحى في مجدل شمس داخل الجولان المحتل، وجميع من قضوا هم من العرب السوريين الدروز. لكن تل أبيب قالت إن الضربة لنا. سريعاً إعلام إسرائيل قال إن حزب الله أطلق صاروخاً حط رحاله في ملعب رياضي بمجدل شمس، ما رفع حصيلة القتلى. وحدد الإسرائيليون مكان خروج الصاروخ، حيث قالوا إنه من جنوب لبنان وتحديداً شمال بلدة شبعة، وقالوا أيضاً إن الصاروخ إيراني صنع. ليخرج الحزب سريعاً للنفي، بل وقال إنه لا من قريب ولا من بعيد يتحمل جزءاً من المسؤولية، بل ألمح إلى أن الإسرائيليين يبحثون عن ذريعة لضرب لبنان، والحزب منتبه لمثل هذه الرغبة الإسرائيلية. وقال الحزب إن تل أبيب إذا ردت فإن الحزب سيرد بطريقة تؤدي إلى حرب شاملة. ولتوثيق تهديده، بعث الحزب برسالة إلى اليونيفيل أو القوات الدولية المنتشرة جنوب لبنان بأن رده على إسرائيل إذا ردت سيكون رداً قوياً. وبمثل ذلك كانت تصريحات قادة الدولة العبرية، حيث نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بعد أن قطع زيارته إلى أمريكا قال إن الحزب سيدفع الثمن باهظاً، في حين مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن رد جيش بلاده سيشعل حرباً شاملة على لبنان، وذلك بعد أن تجاوز الحزب ما وصفه الخط الأحمر. وكذلك بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي قال إن على نتنياهو الإسراع بشن الحرب على لبنان. أما المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وكما نقلت القناة 12 العبرية فقد قالت إن الرد لم يسبق له مثيل. وعلى هذا فعلاً قال مكتب وزارة الدفاع إن اتجاهات العملية تم تحديدها، خاصة بعد التصريحات القادمة من واشنطن والتي أكدت وقوفها بحزم كما وصفت مع إسرائيل. لا بل أن أمريكا تركت الخيار مفتوحاً لتل أبيب إذا ما أرادت حرباً شاملة ضد الحزب، مع التذكير إنها لا ترغب برؤيتها. لكن على ما يبدو هذه فرصة نتنياهو التي كان ينتظرها. ومن هنا تحديداً خرجت فرضيات من لبنان للقول إن إسرائيل نفسها المتسببة بهجوم مجدل شمس. وقالت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله إن تل أبيب كانت تبحث عن ذريعة للهجوم على لبنان، لذا افتعلت الهجوم على الجولان. وقالت ذات المصادر إن الحزب لو كان الفاعل لما أنكر، في حين يقول الإسرائيليون إن الحزب تنصل من فعلته لكون القتلى من المدنيين، ليرد عليهم إعلان الحزب بفرضية مؤامرة مفادها أن دروز الجولان يرفضون الانخراط مع المجتمع الإسرائيلي، ويرفضون كذلك التجنيد الإجباري في الجيش، بل وبعضهم يرفض حمل جواز سفر إسرائيل. لذا قررت تل أبيب معاقبة دروز الجولان لجعلهم يتمسكون بإسرائيل لحمايتهم. وبالتأكيد نفى الإسرائيليون هذا الكلام، وقالوا إن حزب الله ربما كان يسعى لهدف آخر فسقط الصاروخ في ملعب مدني، والآن يسعى للتملص من فعلته. لكن وأيا كانت الحقيقة فإن ما جرى جرى، والآن حان وقت الرد الإسرائيلي ورد حزب الله على هذا الرد. ولنبدأ من إسرائيل التي كما ذكرنا قالت إن ردها سيكون مزلزلاً بل مقدمة لحرب شاملة، حيث سيستهدف الرد بنى تحتية مدنية لبنانية هدفها شل لبنان وتعطيل حركته، وهو من باب سياسة تنتهجها إسرائيل مؤخراً تعرف بسياسة العقاب الجماعي، مفادها أنكم يا أعداء إسرائيل إذا استهدفتمونا فنحن سنحرق الأخضر واليابس في بلدانكم ونصب جام غضبنا على المدنيين. وهذه سياسة استخدموها في غزة وشهدها العالم أجمع وصمت، وكذلك استخدموها في اليمن وإن كان على نطاق محدود، حيث رداً على مسيرة يافا قصفت تل أبيب ميناء الحديدة ومنشآت مدنية أخرى. وهذا تحديداً
ما تفعله إسرائيل في لبنان وهو ما وعد به جالانت حيث قال بالحرف: سنشلهم إذا لزم الأمر. فماذا ستكون الأهداف؟ حتى الآن لم تتضح قائمة الأهداف الإسرائيلية كاملة، لكن على مائدتهم بالتأكيد كل ما يتعلق بالبنية التحتية من جسور وطرق ومحطات وقود ومياه، وكذلك الميناء وربما المطار وما إلى ذلك مما قد يؤدي لشل لبنان. ولهذا تحديداً خرجت الحكومة اللبنانية للقول إنها تدين الهجوم على مجدل شمس، لكونها تدرك أن الرد الإسرائيلي يستهدفها ويستهدف اللبنانيين أكثر مما يستهدف حزب الله. وتل أبيب بذلك تريد أن توقع الحزب بمعركة داخلية مع اللبنانيين أنفسهم الذين يرددون دوماً أنهم لا يريدون أن يكونوا وقوداً لحروب الحزب وكيل إيران كما يسمونه مع إسرائيل. وعلى ذكر إيران، ماذا سيكون موقفها وكيف سيرد الحزب على الرد؟ وكما ذكرنا فالحزب رفع من سقف التهديد لإسرائيل كي يذكرها بأن لا يكون ردها قوياً، فالحزب يسمح برد إسرائيلي غير قاتل للبنان. لكن إذا ما أراد تل أبيب شل لبنان، فإن الحزب ذكر الجميع بأنه يملك مليون صاروخ، ما يعني أن رده سيكون شبيهاً بأسراب من الصواريخ والمسيرات تتساقط على الدولة العبرية. أما إيران فهي بالقطع ستسعى بداية للتهدئة، وهي التي تفتح خطاً للتنسيق مع واشنطن نسقت فيه سابقاً ردها على تل أبيب حين قصفت قنصليتها في دمشق، وستلجأ طهران من جديد لتنسيق الردود، خاصة وأن واشنطن انعكدت دعمها لإسرائيل، إلا أنها مقبلة على انتخابات رئاسية ولا تريد تعكيرها، سيما وحظوظ الجمهوريين فيها تبدو أكبر، والديمقراطيون الذين ينتمي لهم بايدن يريدون تحقيق مكاسب تحت شعار منع الحرب الشاملة. لذا فإن خطة التنسيق الأمريكية الإيرانية قد تؤتي أكلها وربما لا، حيث نتنياهو بات معلقا بالسلطة ولا يبقيه فيها إلا الحرب، والرجل وجد في واشنطن حفاوة لم يلقها من قبل، واستقبل فيها استقبال الأبطال الفاتحين، لذا معنوياته عالية وقد تقوده لحرب شاملة كاسحة ضد حزب الله، وهي لحظة انتظرها، وربما مجدل شمس تصبح السابعة من أكتوبر الجديدة بالنسبة له، وبذريعتها قد يسعى لما يسميه تصفية ميليشيا حزب الله. وهذا إذا ما حدث فإن الحزب لن يقف متفرجاً، وكذلك حلفاؤه سيما في اليمن والعراق، وهؤلاء سيشعلون المنطقة لعيون الحزب أقوى أذرع إيران خارج أراضيها، ولن تسمح طهران مهما جرى بتصفيته، ما يعني أن هجوم مجدل شمس قد لا يمر أبداً مرور الكرام، إلا إذا نجحت خطة تنسيق واشنطن طهران.